السلام عليكم طلبه، كي دايرين؟ صافا مزيانين بخير. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نحاولوا نشوفوا تتمه البارتي الثانيه للكور ديالنا الجينيتيك ايمان. وكما شفنا يعني في الفيديو اللي تحط قبل من هذا شفنا لا دوزيام بارتي واللي كانت لغيديتي اوتوزوميك ريسيسيف، يعني تعرفنا عليها على شكل واحد ديفينيسيون اون جينيرال، كذلك لي كاركتيرستيك اللي كتميز بهم، وشفنا حتى لا بروميير تيب دو بارتيكولاريتي دو لغيديتي اوتوزوميك ريسيسيف. واليوم ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نحاولوا نكملوا البارتي ديالنا انطلاقا من لي تيب دو بارتيكولاريتي اللي كتميز بهم لغيديتي اوتوزوميك ريسيسيف. وبالنسبه يعني للطلبه اللي عاد غادي تشوفوا هذا الفيديو هذا، راه هذه البارتي هذه البدايه ديالها كاينه في الفيديو اللي قبل من هذا، يعني حاولوا تشوفوا ديك الفيديو هذا وياخذوا ديك لي دوني هذوك عاد يدوزوا لهاد البارتي هذه، حيت مرتبطين ما بين بعضهم، هذه تتمه ديك البارتي هذيك، وانا غادي نخليها لكم في لي تيتغ ديال الفيديو. اذا نبداو البارتي ديالنا، وعندنا لا دوزيام تيب دو بارتيكولاريتي دو ريديتي اوتوزوميك ريسيسيف هو بسودو دومينونس. كنا شفنا يعني لا بروميير تيب دو بارتيكولاريتي اللي كان هو الكونسانجينيتي البارونتي في الفيديو اللي داز وشرحناه مزيان وديطيناه فيه، وشفنا حتى لي غولاسيون اللي كنستعملوهم فيه. واليوم ان شاء الله غادي نشوفوا الدوزيام تيب واللي هو البسودو دومينونس وشني كيعني لنا بار ديفينيسيون. On parle de pseudo-dominance, il est dû à la fréquence et importance des hétérozygotes dans la population. Qui fait que la maladie est présente à toutes les générations. بالنسبة يعني للبسودودومينوس هو ديك المالادي أو ديك الأليل ميتي اللي غادي ندرسوه في وسط ديك العائلة في لارب جينيالوجيك كيتبنى على شكل دومينوس، يعني إذا شفتي لارب جينيالوجيك غادي تقول باللي ديك المالادي أو ديك الأنومالي هو إيتان مالادي دومينوس. مي هو ايتان مالادي ريسيسيف وكدوقع له البسودو دومينوس اللي كتخليه يتبان على شكل دو دومينوس. وشني العامل اللي كيخليه يبان على شكل دو دومينوس هو فاكتور اكسيبسيونيل فافوريزون دو لا بسودو دومينوس اي بو اكزيستي اون فريكونس ايلوفي دو بورتور سان هيتيروزيغوت. بالنسبه يعني للعامل اللي كيخلي ديك المالادي ريسيسيف انه يتبان على شكل دو دومينوس هو ديك الفريكونس امبورطونس ايلوفي ديال الهيتيروزيغوت، يعني كيكون عندنا واحد الفريكونس مرتفع بزاف لي بورتوس هيتيروزيغوت، يعني لي بيرسون او لي زانديفيدي اللي كاينين في ديك البوبيلاسيون عندهم واحد الاقتران غير متشابه. باغ اكزومبل عندنا غروند اب و تي ا كيكون ديك الفريكونس ديالهم مرتفع بزاف، وهو اللي كيخلي يتبان ديك المرضي اللي كيكون ريسيسيف يتبان على شكل دو دومينوس وكنسميوه سودو دومينوس. اذا هذه بالنسبه يعني البارتيكولاريتي الثانيه واللي هي قلنا بسودو دومينوس. قلنا باش نهضروا على بسودو دومينوس اون بارل دو بسودو دومينوس شني خاصنا يكون عندنا، اللي دي ا ان فريكونس امبورطون ديال الهيتيروزيغوت، خاص يكون عندنا واحد الفريكونس ديال الهيتيروزيغوت امبورطونس يعني كو مرتفع. هنا عاد يمكننا نهضروا على بسودو دومينوس دون لا بوبيلاسيون كي فيت كو لا مالادي اي بريزونت ا توت لي جينيراسيون، وهو اللي كيخلي ديك المالادي اللي كندرسوه انه يبان عند يعني عند توت لي جينيراسيون، في كل جينيراسيون غادي تلقى كاين ديك المالادي على شكل فيرتيكال. اذا لاحظتي ديك لارب جينيالوجيك غادي تقول باللي هاد المالادي ايتان مالادي دومينونس، مي هو ايتان مالادي ريسيسيف. علاش؟ حيت وقعت له واحد البسودو دومينونس اللي خلاتو يتبان على شكل دومينونس. نشوفوا اكزومبل، بالنسبه للاكزومبل دو بسودو دومينونس عندنا اون مالادي دي دريبانوسيتوز دي دريبانوسيتوز اون افريك دو ليسي، هذا ايتان مالادي اوتوزوميك ريسيسيف مي وقع له واحد البسودو دومينونس. اذا لاحظتي في لارب جينيالوجيك جيتي هنا غادي تقول باللي هذا ايتون مالادي دومينونس. علاش؟ حيت عندنا البارو مالاد عطانا دي زانديفيدي مالاد، هنا كذلك عندنا البارو مالاد عطانا هذا، وعندنا يعني الريبارتيسيون ولا التوزيع ديال هاد المالادي في وسط لارب جينيالوجيك فيرتيكال، هادو يعني دي كاركتيرستيك دو دومينونس. مي هاد المالادي هذا ايتون مالادي اوتوزوميك ريسيسيف وقع له واحد البسودو دومينونس. اذا لاحظتي هنايا عندنا دي بارونسان وعطاونا دي زانديفيدي واحد الانديفيدي اللي هو مالاد،
دونك هاد المالادي هذا يتم مالادي اوتوزوميك ريسيسيف مي وقع له واحد البسودو دومينوس. وشنا هو العامل اللي قلنا كيخلي هاد البسودو دومينوس تبان؟ هو يعني الفريكونس ايلوفي دو بورتور سان هيتيروزيغوت. يعني ديك الفريكونس لي زانديفيدي او لاد البيرسون باغ اكزومبل فهاد لارج جينيالوجيك عندنا هاد لي بيرسون هادو يتم بيرسون هيتيروزيغوت عندهم واحد الاقتران مختلف وعندهم ديك الفريكونس ديك الهيتيروزيغوت مرتفع بزاف. لهذا كيخليو ديك البسودو دومينونس تبان عليهم وديك المالادي اللي هو ريسيسيف يتبان على شكل دومينون. هادي بالنسبه يعني لا دوزيام بارتيكولاريتي. ودابا ندوزو لا تروازيام بارتيكولاريتي واللي هي ليتيروجينيتي جينيتيك. بالنسبه ليتيروجينيتي جينيتيك شنو كتعني لنا بار ديفينيسيون؟ اون مالادي باردون ان ميلونج او نيفو دي زاليل. Une maladie est hétérogène sur le plan génétique, c'est des mutations différentes pouvant conduire à un phénotype identique ou similaire. بالنسبة l'hétérogénéité génétique, qui est واحد mélange, un mélange au niveau des allèles. وشنو اللي كيؤدي لهذا الميلونج او لهذا الخليط هاد لي زاليل هادو؟ هما دي ميتاسيون او لا ان تيب ميتاسيون او لا دي ميتاسيون ديفيرونت على حساب لي تيروجينيتي اللي غادي يكون عندنا. يعني كيوقعوا لنا دي ميتاسيون على دي جين وكيشكلوا لنا واحد الميلونج دي زاليل واللي كيعطينا لا ميم فينوتيب. يعني كيكون عندهم واحد الفينوتيب ايدونتيك. يعني واخا كيوقعوا ديك دي ميتاسيون ديفيرونت او لا بزاف دي ميتاسيون على واحد الجين كيعطيونا واحد الفينوتيب اللي هو ايدونتيك. وعندنا دو تيب بالنسبه ليتيروجينيتي جينيتيك. عندنا ليتيروجينيتي انتر لوكوس اي ليتيروجينيتي اليليك او لا انترا لوكوس. هادو دي تيب ليتيروجينيتي اللي كيوقعوا لنا. بالنسبه ليتيروجينيتي انتر لوكوس ايميتاسيون دون دي جين ديفيرونت ايميتاسيون بار بليزيور جين. بالنسبه ليتيروجينيتي انتر لوكوس ني كيوقع فيها كذوق عنا اون ميتاسيون دون دي جين ديفيرونت. يعني واحد الميتاسيون واحد الشكل ديال الطفره كيوقع لنا على دي جين ديفيرونت على بزاف ديال لي جين. لهذا كنقولوا عندنا واحد الميتاسيون بار بليزيور جين واحد الميتاسيون اللي كذوق عنا على بزاف ديال لي جين. هادي بالنسبه ليتيروجينيتي انتر لوكوس واللي كتعطينا واحد الميلونج ديال لي زاليل. وبالنسبه للتيب الثاني عندنا ليتيروجينيتي اليليك او انترا لوكوس. شنو كيوقع لنا بالنسبه للانترا لوكوس؟ دي ميتاسيون ديفيرونت اليليك دون دو ميم جين بليزيور اليل موربيد. بالنسبه للانترا لوكوس كدوق عندنا دي ميتاسيون يعني بليزيور ميتاسيون ديفيرونت على لا ميم جين على نفس الجين. لهذا كتعطينا واحد بليزيور اليل موربيد كتعطينا بزاف لي زاليل فوز ديك لي جين اللي هما موربيد. هذا يعني فرق ما بين ليتيروجينيتي انترا لوكوس اي ليتيروجينيتي انتر لوكوس. بالنسبه لانترا لوكوس كدوق عندنا يعني دي ميتاسيون ديفيرونت سور ان سول جين او لا ميم جين. وبالنسبه ليتيروجينيتي انتر لوكوس كيقعنا دي ميتاسيون باردون اون ميتاسيون دون دي جين ديفيرونت. يعني العكس ديالها كدوق عندنا واحد الميتاسيون على دي جين ديفيرونت. دونك هذه بالنسبه يعني ليتيروجينيتي جينيتيك وهذا هو المعنى ديالها ولا هذا هو يعني شني المقصود بها. يعني كيكون عندنا دي ميتاسيون كيوقعوا لنا على دي جين واللي كيعطيونا اون ميلونج او نيفو دي زاليل. دونك هادو بالنسبه يعني لي دو لي دوزيام تيب اي لو تروازيام تيب بالنسبه للبارتيكولاريتي دو ليريديتي اوتوزوميك ريسيسيف. ودابا ندوزو نشوفو لو كاتريام تيب بالنسبه لهاد البارتيكولاريتي هادي. دونك بالنسبه لو كاتريام تيب دو بارتيكولاريتي دو ليريديتي اوتوزوميك ريسيسيف هو لومبريونت بارونتال او لا لومبريونت جينوميك. وشني كيعني لنا هاد لومبريونت بارونتال؟ اون جينيرال ان جين اي سوميز ا لومبريونت لورسكو ليكسبريسيون دو سو جين ديبون دو سون اوريجين بارونتال ماتيرنيل او باترنيل. هنا ملي كيكون عندنا واحد لومبريونت بارونتال شني كيوقع لنا؟ كتكون عندنا واحد ليكسبريسيون دان سول جين دوريجين بارونتال. يعني سواء غادي يكون ماتيرنيل سواء غادي يكون باترنيل. وباش دوق عندنا واحد ليكسبريسيون شني خاص يكون؟ واحد لي جين لي بارون خاص يكون اناكتيف. يعني دوق له واحد الاناكتيفاسيون والجين الثاني خاص يكون اكتيف واللي هو غادي يؤدي الفونكسيون ديالو بحدو. نزيدو نفسرو هادشي كثار. بالنسبه لا بروميير كا بور لي جين سوميس ا لومبريونت اناكتيفاسيون بارونتال
sur l'allèle maternelle et exprime. بالنسبة لهذا الكادي شنو كيوقعنا هنا؟ كتكون عندنا واحد الامبريون اللي هو بارونتال. شنو غادي يوقع فيه؟ غادي يوقع فيه واحد الانكتيفاسيون سور سيت جين. يعني هاد الجين اللي غادي ندرسو بالنسبة للبارونتال غادي يوقع له الانكتيفاسيون واللي غادي يخلي سور لاليل ماتيرنيل اي اكسبريم. يعني غادي يخلي غير الاليل اللي متعلق بالام هو اللي غادي يؤدي الفونكسيون ديالو الوظيفة ديالو بحدو. مي بالنسبة للاليل او للجين اللي هو دوريجين باتيرنيل ما غاديش يؤدي الفونكسيون ديالو حيت غادي يكون اناكتيف، غادي يوقع له الاناكتيفاسيون. نفسرو هادي بارشيما. عندنا دو كروموزوم، واحد دوريجين باتيرنيل واحد دوريجين ماتيرنيل. بالنسبة قلنا هنا غادي يوقعنا الاناكتيفاسيون او لامبريون بارونتال، غادي يوقعنا الاناكتيفاسيون بالنسبة للجين دوريجين باتيرنيل، يعني ما غاديش يؤدي الوظيفة ديالو، غادي يكون اناكتيف. بالنسبة للجين اللي محمولين على دي كروموزوم ماتيرنيل غادي يكونوا اكتيف حيت ما غادي يوقع لهم والو. لهذا ليكسبيريونس او الفونكسيون غادي تكون متعلقة غير بدي جين ماتيرنيل. هنا دي جين ماتيرنيل هما اللي غادي يؤديو ديك الوظيفه، مي لي جين اللي متعلقين بالبارون ما غيؤديوش الوظيفه ديالهم، ما غيؤديوش ديك الفونكسيون واخا هما يعني حاضرين اكزيست. ندوزو للكا الثانيه واللي هي عندنا بوغ لي جين سوميس ا لومبريون ان اكتيفاسيون ماتيرنيل سور لانيل سور لانيل بارونتال اي اكستريم. بالنسبه للكا الثانيه غادي يوقعنا العكس، يعني غادي يكون عندنا واحد لومبريون اللي هو ماتيرنيل، شنو غادي يوقع فيه؟ غادي يوقع فيه واحد الاناكتيفاسيون سور دي جين دوريجين ماتيرنيل. عندنا الاناكتيفاسيون على دي جين اللي هما من اصل الام، وغادي يسمحوا لنا بالاليل لي باتيرنيل انه يؤدي الوظيفه ديالو، انه يكو اكسبريمي، يعني سور لاليل باتيرنيل اي اكسبريمي، هو بوحدو اللي غادي يؤدي ديك الفونكسيون ديالو. بارشيما عندنا هنا الكروموزوم اللي متعلق بالدوريجين باترنيل اي الكروموزوم اللي متعلقنا بالدوريجين ماترنيل. هنا بالنسبه للاب قلنا يعني ما غاديش يوقع له ديك لينكتيفاسيون، علاش؟ حيت بالنسبه لومبريون عندنا ماترنيل لينكتيفاسيون غادي يوقع بالنسبه دي جين ديال الام. هنا ما غاديش تأدي الوظيفة ديالو حيت غادي يكون هاد الجين هذا إناكتيف وقعت له ديك الإناكتيفاسيون. وبالنسبة لدوريجين باترنيل غادي يكون يعني نورمال، غادي يكون أكتيف هو بحدو اللي غادي يأدي ديك الفونكسيون. لهذا كنقولو هنا عندنا واحد الأمبريونت اللي هو دوريجين ماترنيل. هيدا كيفاش يعني كنفرقو ما بين لومبوريون، سواء غادي يكون عندنا واحد تيب لومبوريون اللي هو دوريجين باترنيل، يعني وقعتنا واحد الانكتيفاسيون سور دي جين دوريجين باترنيل اي لي جين اللي متعلقين بالماترنيل هما بوحدهم اللي غادي يؤديو الفونكسيون ديالهم، او لا تيب الثاني اللي هو امبوريونت ماترنيل اللي غادي توقعنا الانكتيفاسيون سور دي جين دوريجين ماترنيل وغادي يؤدي لنا الوظيفة لي جين اللي متعلقين بدوريجين باترنيل هما بوحدهم اللي غادي يؤديونا ديك الفونكسيون. يعني هذا هو الفرق ما بيناتهم، غير فين غادي تكون عندنا لينكتيفاسيون. وبالنسبة يعني الديفينيسيون ديالو اكزاكت، عندنا لومبريون بارونتال اون انكتيفاسيون سيليكتيف دو كيك جين دورون لا سبيرماتوجينيز او لوفوجينيز دو سورت كو لو جينوم ديبلويد ايسي دو لا فيكونداسيون اي فونكسيونولومون هابلويد بور سي جين هابلويد فونكسيونيل. هنا بالنسبة يعني هذا هو الديفينيسيون ديالو اكزاكت. وشني كيقول لك هنا؟ غادي نعاودو هادشي اللي ديطايناه. عندنا لومبريون بارونتال اون انكتيفاسيون، هي واحد تيب ديال الانكتيفاسيون اللي كيوقعنا على دي جين سيليكتيف انكتيفاسيون سيليكتيف دو كيك جين دورون لا سبيرماتوجينيز او لوفوجينيز. فين غادي توقعنا؟ غادي توقعنا في سبيرماتوجينيز بالنسبه لدوريجين بارونتال، او لا توقعنا في لوفوجينيز بالنسبه لدوريجين ماترنيل. اي دو سورت كو لو جينوم ديبلويد ايسي دو لا فيكونداسيون. بالنسبه للجينوم غادي يكون عندنا تيب ديبلويد، يعني غادي يكون عنده دوزين اي ايسون دو لا فيكونداسيون اي فونكسيونولومون هابلويد، مي في الوظيفه اللي غادي يؤديها غادي يكون هابلويد. علاش هنا قلنا بلي عندنا هابلويد فونكسيونولومون؟ علاش قلنا بلي غادي يكون
في الفونكسيونولومو هابلويد وبالنسبه يعني الجينوم ديالو غادي يكون ديبلويد دوزين حيت في الفونكسيون غادي يؤدي غير واحد تيب الجين هو بوحدو اللي غادي يؤدي الفونكسيون ديالو مي التيب الثاني ما غادي يكون اناكتيف ما غاديش يؤدي فونكسيون لهذا بالنسبه للفونكسيون غادي نقولوا هابلويد فونكسيونيل يعني غادي يكون غير واحد تيب الجين هو اللي كيؤدي فونكسيون مي اذا جينا للجينوم غادي نلقاوهم ديبلويد علاش حيت بجوج بهم حاضرين يعني بجوج بهم اكزيست غير واحد غادي يكون اكتيف والثاني غادي يكون اناكتيف دونك هذا هو يعني الفرق بيناتهم وبالنسبه للامبريون بارونتال هادو هما يعني لي ديتاي الاساسيين اللي خصك تعرف عليهم وتفرق ما بيناتهم وهذا يعني هو الديفينيسيون لي اكزاكت يعني كيفسر اكثر هاد الامبريون بارونتال ودابا ندوزو يعني السانكيام بارتيكولاريتي اللي كتعلق بهاد لي ريديتي اذا بالنسبه للتيب الخامس من هاد لي بارتيكولاريتي هادو واللي هو اخر تيب في هاد البارتي هادي هو ديزومي اني بارونتال وفين كيتواجدنا هاد ديزومي اني بارونتال بريزونس شي ان انديفيدي 46 كروموزوم دو دو كروموزوم هومولوغ هيريتي اون ميم بير دو ميم بارون اون ديت الوغ il y a ديزومي ماتيرنيل او باتيرنيل d'une paire de chromosomes homologues. يعني هنا كيكون عندنا يعني واحد ديزومي اني بارونتال واللي كيوقع لنا غالبا بسبب يعني واحد ديفيزيون اللي كيكون خلل فهم اللي كينقسموا لنا ديك لي كروموزوم يا اما غادي يكون عندنا دو كروموزوم هومولوج غادي يمشيو لنا نفس السيليل اولا غادي يوقع لنا ديك ديفيزيون نورمال وديك الكروموزوم اللي غايكون في ديك السيليل غادي يوقع له واحد الريبليكاسيون وغادي يعطينا دو كوبي دو كروموزوم دو ميم بارون هادو هما الاسباب اللي كيديروا لنا ديزومي اني بارونتال واللي قلنا انهم كيكونوا كيتواجدوا لنا عند دي زانديفيدي اللي عندهم 46 كروموزوم ولي دو كروموزوم هومولوج يعني كيوقعوا لنا على دو كروموزوم هومولوج هيريتي بمعنى ميم بير دام ميم بارون اون ديت الوغ كيل يا ديزومي ماتيرنيل او باتيرنيل ويقدر يكون عندنا دو تيب يعني واحد ديزومي دوريجين ماتيرنيل يقدر يوقع لنا للام او لا يكون دوريجين باتيرنيل يقدر يوقع لنا للاب دون بير دو كروموزوم هومولوغ اون دو تيب دو ديزومي اينو بارونتال دو تيب دو ديزومي اينو بارونتال بروميير تيب ايزو ديزومي بريزونس دو دو كوبي دو ميم كروموزوم بالنسبه للبروميير تيب اللي هو ايزو ديزومي شنو كيوقع لنا فيه كيكون عندنا دو دو كوبي دو ميم كروموزوم باغ اكزومبل غادي يوقع لنا واحد ديفيزيون واللي غادي يكون نورمال اي ديك لي سيلي اللي غادي نحصلوا عليها في الاخر دي ديفيزيون ديك كروموزوم اللي غادي يتواجد فيها غادي يوقع له واحد الريبليكاسيون دو دو كوبي يعني غادي يكون فيه دو كوبي سيغ لا ميم سيلي لهذا سميناه ايزو ديزومي واللي كيعطينا بريزونس دو دو كوبي دو ميم كروموزوم وبالنسبه للتيب الثاني واللي هو هيتيرو ديزومي بالنسبه للهيتيرو ديزومي كيكون عندنا بريزونس دو دو كروموزوم هومولوغ دو ميم بارون هنا في الديفيزيون اللي غادي يوقعنا واحد الكروموزوم دو ميم بارون نورمالمون خاصهم ينقسموا واحد يمشي في السيليل وواحد يمشي في السيليل الثانيه مي هنا كيوقع لنا واحد البروبليم وكيوقعوا لنا ديك شنو كنسميوهم مشات لي من بالي المهم كيكون ديك لي دو كروموزوم كيجيونا نفس لي سيليل يعني كيبقاو مع بعضهم ما كيفترقوناش هذا كيشكل لنا واحد ديزومي واللي كنسميوه هيتيرو ديزومي اللي كيعطينا بريزونس دو دو كروموزوم هومولوغ دو ميم بارون يعني الكروموزوم بنفس الاب كيبقى لنا كيبقاونا في لا ميم سيليل يعني ما كيفترقوناش عن بعضهم كيوقع واحد البروبليم اللي كيخليهم يعني منسجمين مع بعضهم كيمشيو مع بعضهم في نفس الاتجاه وكيعطيونا اون سيليل كونتيان دو دو كروموزوم هومولوغ دو ميم بارو يعني كتحتوي لنا على جوج لي كروموزوم من نفس الاب وهنا كتعطينا واحد البروبليم دو ديزومي اني بارونتال واللي هو هيتيرو ديزومي بالنسبه لهاد ديزومي اني بارونتال عنده دي ميكانيزم اللي كيصحوا لنا هاد لي بروبليم اللي كيوقعوا باغ اكزومبل عندنا ميكانيزم كوندويسون ديزومي اني بارونتال trois mécanismes. Premier mécanisme, soit d'une complémentation gamétique. غادي تكون عندنا واحد الكومبليمونطاسيون غاميتيك وهذه كدوق عندنا بالنسبه للهيتيرو ديزومي. الهيتيرو ديزومي شنو قلنا كدوق فيها كيكون عندنا دو كروموزوم هومولوغ دو ميم بارون لهذا هذه بالنسبه للسيليل ديال الاب
فيها دو كروموزوم هومولوج، يعني هاد لي دو كروموزوم هادو هذا وهاد الكروموزوم هذا نورمالمون كخاص يكونوا افتر، قلنا الواحد يمشي السيلي ديالو بوحدو، مي هما وقعنا واحد البروبليم اللي خلاهم انهم يمشيو في نفس السيلي، لهذا غادي نزيدوا عليهم واحد السيلي ديال الام، يعني هادي دوريجين ماتيرنيل مي غادي تكون خاويه بالنسبه لهاد الكروموزوم. علاش؟ باش يعني ملي دوق على الفيكونداسيون دعطينا اون سيلي كونتيان دو كروموزوم، يعني ما يكونش فيها تروا كروموزوم. اذا جاتنا واحد السيلي اللي فيها ان كروموزوم هنا بالنسبه للام، غادي دوقع ما بيناتهم فيكونداسيون غادي تعطينا واحد السيلي كونتيان تروا كروموزوم. لهذا هنا باش يعني نصحوا هذا النوع ديال ديزومي ديال الهيتيرو ديزومي، كنديروا واحد الفيكونداسيون ما بين واحد السيلي d'origine paternelle maternelle contient deux chromosomes homologues, mais un cellule d'origine maternelle ne contient pas de ces chromosomes. Parce que nous avons le cellule final où il y a contient deux chromosomes homologues de parents qui ont été des désomies. C'est-à-dire que le premier mécanisme où il y a soit une désomie, soit d'une complémentation gamétique, ou بالنسبة للميكانيزم الثانية soit de la correction du monosomie. بالنسبة للكوريكسيون دي مونوزومي كدوقعنا ن الايزو ديزومي ن التيب اللولي ديال ديزومي اني بارونتال. شنو قلنا كيوقع فيه؟ كتكون عندنا واحد السيلي اللي هي دوريجين واحد السيلي اللي هي دوريجين ماتيرنيل او لا باترنيل كيكون فيها واحد الكروموزوم واللي كدوق عليه واحد الريبليكاسيون اللي كيعطينا دو كوبي دو كروموزوم، يعني دو كوبي دو ميم كروموزوم. هنا غادي تشوفوا هذا الشيء، ما هادي عندنا واحد السيلي اللي فيها واحد الكروموزوم، هذا الكروموزوم هذا غادي دوق عليه الريبليكاسيون في نفس السيلي اللي غيعطينا دو كروموزوم دو كوبي دو كروموزوم. دونك غادي نخليو له يعني السيلي ديال الاب الثاني غادي تكون خاويه، باش ملي يعني دوق على الفيكونداسيون دي كروموزوم غادي دوق على الريبليكاسيون غادي يعطينا غير دو كروموزوم. باغ اكزومبل هنا درنا الفيكونداسيون ما بين واحد السيلي اللي هي خاويه يعني دي كروموزوم والسيلي الثانيه اللي فيها دي كروموزوم اللي غادي دوق على ديك الريبليكاسيون، هنا عطاتنا ان كروموزوم، من بعد غادي دوق على الريبليكاسيون اللي غادي يعطينا اون سيلي كونتيان دو كوبي دو ميم كروموزوم. هادي بالنسبه للايزو ديزومي. وبالنسبه للتروازيام ميكانيزم واللي هو سوا دو لا كوريكسيون دين تريزومي، هنا شنو كيوقع؟ مثلا عندنا واحد السيلي اللي وقع على واحد الهيتيرو ديزومي، يعني عندنا فيها دو كروموزوم هومولوج، يعني ما افترقوش عن بعضهم. باغ اكزومبل هذه بالنسبه للاب اللولي اللي فيها دو كروموزوم هومولوج، وجاتنا الفيكونداسيون بالنسبه للسيلي ديال الام جات فيها ديك الكروموزوم هذاك، يعني جاتنا عامره، غادي توقع ما بيناتهم واحد الفيكونداسيون وغادي تعطينا واحد السيلي كونتيان تروا كروموزوم واللي هي هنا عندنا هاد تروا كروموزوم. باش حنا نتخلصوا من واحد الكروموزوم كنديروا الميكانيزم دو لا كوريكسيون دون تريزومي، يعني كنقصوا واحد الكروموزوم من تما وكيعطينا واحد السيلي اللي كتكون من دو كروموزوم هومولوج، او لا يعني واحد الكروموزوم اللي هو باترنيل واحد الكروموزوم اللي هو ماترنيل، على حساب شنو غادي نقصوا من هاد السيلي هادي. دونك هادو هما يعني لي تروا ميكانيزم اللي كنعتمدوهم باش على حساب الكوندويسون ديزومي اني بارونتال، واللي هما يعني مهمين بزاف وكيتحطوا عليهم دي كيستيون في لي زيكزامان ولا في دي زيكزيرسيس. وهادي بالنسبه يعني للديزومي اني بارونتال وشني كتعني لنا وشني يعني البروبليم اللي كيوقعنا، وفيها قلنا دو تيب، فيها ايزو ديزومي وكيكون فيها بريزونس دو دو كوبي دو ميم كروموزوم، والهيتيرو ديزومي كيكون فيها بريزونس دو دو كروموزوم هومولوج دو ميم بارون، وهذا يعني الفرق ما بيناتهم. ودابا الطلبه كنكونوا يعني وصلنا للنهايه ديال هذا الفيديو هذا، وكذلك للنهايه ديال هذه البارتي هذه، وكنتمنى ان يكون هذا الشيء هذا مفهوم، وحتى اذا كانت يعني شي حاجه ما مفهوماش ولا يعني ما وضحاتش ولا باقي عندكم شي اشكال ولا شي تساؤل بامكانكم نزلوه في لي كومونتير، وان شاء الله غادي نجاوبكم على لي كيستيون ديالكم. وكنتمنى يعني نكون عند حسن الظن الجميع، ونتلاقاو في البارتي الثالثه ان شاء الله اللي ما جا غادي تكون سيغ لي غيديتي لي او سيكس، يعني عندها علاقه بدي جين سكسيه، وغادي نديروها ان شاء الله مور هذا الفيديو هذا. نتلاقاو يعني في الفيديو اللي ماجي، والله يوفق الجميع والله يعاون.